مرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة وبرنامج قطوف. بنقدم لكم من خلال برنامجنا وجبة ثقافية خفيفة ومنوعة أيضا لأحلى الأماكن في مصر وأيضا في العالم. بنتعرف كمان من خلال حلقات البرنامج المختلفة على المتميزين والمبدعين في شتى المجالات، وكمان ما بننساش الموروثات التراثية اللي بتعبر عن هويتنا الثقافية. في تاريخ العالم شخصيات مهمة رزقها الله مواهب متعددة ومميزة، فاختلفوا عن الآخرين واستطاعوا تغيير حياتهم وحياة الناس المحيطين بهم، وذلك من خلال ما قاموا به من إنجازات مفيدة، فحفرت أسماءهم في سجلات التاريخ. واليوم نتحدث عن واحد من هؤلاء العظماء، إنه أمير الشعراء أحمد شوقي. ولد أحمد شوقي بحي الحنفي بالقاهرة في 20 من رجب من عام 1287 من الهجرة، الموافق 16 من أكتوبر من عام 1870 من الميلاد، لأب شركسي وأم من أصول يونانية. وكانت جدته لأمه تعمل وصيفة في قصر الخديوي إسماعيل، وعلى جانب من الغنى والثراء فتكفلت بتربية حفيدها ونشأ معها في القصر. ولما بلغ الرابعة من عمره التحق بكتاب الشيخ صالح، فحفظ قدرا من القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم التحق بمدرسة المبتديان الابتدائية وأظهر فيها نبوغا واضحا. كوفئ عليه بإعفائه من مصروفات المدرسة، وانكب على دواوين كبار الشعراء حفظا وفهما، فبدأ الشعر يجري على لسانه. يوم عن قامة شعرية كبرى كان لها تأثيرها العريض في الحياة الأدبية في العصر الحديث، إنه أمير الشعراء أحمد بك شوقي. شوقي ينتمي إلى أصول يونانية جركسية كردية عربية، وهذا ما قاله عن نفسه. تلقى حياته الطبيعية الأولى في أحضان القصر، لذلك قالوا عنه إنه ولد وفي فمه ملعقة من الذهب. حياة شوقي الأدبية تنقسم إلى قسمين: قسم يمثل التبعية الكاملة للقصر، وقسم آخر يمثل حالة التحرر والانطلاق والاستقلالية بعيدا عن القصر. أما القسم الأول الذي يمثل حياته التبعية للقصر، فإننا نلاحظ من خلال أشعاره أنه إذا رضي القصر عن فلان رضي عنه شوقي فمدحه، وإذا غضب القصر على فلان غضب على ذلك. أنه عندما تولى رياض باشا رئاسة الوزراء في مصر هاجمه شوقي بقصيدة مطلعها كبير السابقين من الكرام: برغم أن أنالك بالملام مقامك فوق ما زعموا، ولكن رأيت الحق فوقك والمقام، لقد وجدوك مخدونا فقالوا خرجت عن ابتسام بابتسام. وهكذا يسترسل في سرد هجومه على رياض باشا رئيس الوزراء، حتى يصل إلى البيت الذي يقول فيه: أفي السبعين والدنيا تولت ولا يرجى سوى حسن الختام، تكون وأنت أنت رياض مصر عراضي اليوم في نظر الأنام. وبعد أن أنهى تعليمه بالمدرسة وهو في 15 من عمره، التحق بمدرسة الحقوق عام 1885 من الميلاد، وانتسب إلى قسم الترجمة
الذي كان قد أنشئ بها حديثا. وفي هذه الفترة بدأت موهبته الشعرية تلفت نظر أستاذه الشيخ محمد البسيوني الذي رأى فيه مشروع شاعر كبير فشجعه. وكان الشيخ بسيوني يدرس البلاغة في مدرسة الحقوق وينظم الشعر في مدح الخديوي توفيق في المناسبات. وبلغ من إعجابه بموهبة تلميذه أنه كان يعرض عليه قصائده قبل أن ينشرها في جريدة الوقائع المصرية، وأنه أثنى عليه في حضرة الخديوي وأفهمه أنه جدير بالرعاية، وهو ما جعل الخديوي يدعوه لمقابلته. كان الشعر العربي على موعد مع القدر، ينتظر من يأخذ بيده ويبعث فيه روحا جديدة تبث فيه الحركة والحياء وتعيد له الدماء في الأوصال بعد أن ظل قرونا عديدة وهن البدن خامل الحركة. وشاء الله أن يكون ذلك على يد شوقي. وبعد عامين من الدراسة تخرج شوقي في المدرسة والتحق بقصر الخديوي توفيق الذي ما لبث أن أرسله على نفقته الخاصة إلى فرنسا، فالتحق بجامعة مونبلييه لمدة عامين لدراسة القانون، ثم انتقل إلى جامعة باريس لاستكمال دراسته حتى حصل على إجازة الحقوق عام 1893، ثم مكث 4 أشهر قبل أن يغادر فرنسا في دراسة الأدب الفرنسي دراسة جيدة ومطالعة لإنتاج كبار الكتاب والشعراء. عاد أمير الشعراء أحمد شوقي إلى مصر، فوجد الخديوي عباس حلمي يجلس على عرش مصر، فعينه بقسم الترجمة في القصر، ثم ما لبث أن توثقت علاقته بالخديوي الذي رأى في شعره عونا له في صراعه مع الإنجليز، فقربه إليه بعد أن ارتفعت منزلته عنده، وخصه الشاعر العظيم بمدائحه في غدوه ورواحه. وظل شوقي يعمل في القصر حتى خلع الإنجليز عباس الثاني عن عرش مصر وأعلنوا الحماية عليها عام 1941 من الميلاد، وولوا حسين كامل سلطنة مصر وطلبوا من الشاعر مغادرة البلاد، فاختار النفي إلى برشلونة في إسبانيا وأقام مع أسرته في دار جميلة تطل على البحر المتوسط. أصبح شوقي بعد عودته شاعر الأمة المعبر عن قضاياها، لا تفوته مناسبة وطنية إلا وشارك فيها بشعره، وقابلته الأمة بكل تقدير وأنزلته منزلة عالية، وبايعه شعراؤها بإمارة الشعر عام 1927 في حفل أقيم بدار الأوبرا بمناسبة اختياره عضوا في مجلس الشيوخ وقيامه بإعادة طبع ديوانه الشوقيات. وقد حضر الحفل وفود من أدباء العالم العربي وشعرائه، وأعلن حافظ إبراهيم باسمهم مبايعته بإمارة الشعر. كذلك عندما هاجم الإنجليز يقول لهم شوقي: أيامكم أم عهد إسماعيل، أم أنت فرعون يسوس النيل، أم حاكم في أرض مصر بأمره لا سائلا أبدا ولا مسؤولا. نراه أيضا عندما قام عرابي بثورته هاجمه هجوما شديدا، لأنه كان يرى ما يراه القصر من أن عرابي هذا فلاح جر الشعب إلى عاقبة وخيمة، فهاجمه بقصائد بذيئة قال في إحداها: صغار في الذهاب وفي الإياب، أهذا كل شأنك يا عرابي؟ وقال في الأخرى: أهلا وسهلا بحاميها وفاديها، ولا مرحبا ولا سهلا يا عرابيها. هذا هو الجزء الأول من حياة شوقي الذي يمثل تبعيته للقصر، لا يقول إلا ما يريده القصر ولا يقول إلا ما يرضى عنه القصر. ولكن القسم الثاني في حياة شوقي الذي ظهرت فيه شخصيته المستقلة بعد أن تم نفيه إلى الأندلس فعاش فيها ما عاش، يحن إلى مصر ويحن إلى نيل مصر ويكتب عن مصر كتابات توحي أو تنم عن شخصيته التي تحب مصر حبا عظيما. وقال حافظ إبراهيم عندما بايع أحمد شوقي بإمارة الشعر: بلابل وادي النيل بالشرق أسجعي، بشعر أمير الدولتين ورجعي،
أعيدي على الأسماع ما غردت به براعة شوقي في ابتداء ومقطعي. أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. ودار شعر أمير الشعراء أحمد شوقي في هذه الفترة التي سبقت نفيه حول المديح، حيث غمر الخديوي عباس حلمي بمدائحه والدفاع عنه وهجا أعداءه، ولم يترك مناسبة إلا قدم فيها مدحه وتهنئته له منذ أن جلس على عرش مصر حتى خلع من الحكم. ويمتلئ الديوان بقصائد كثيرة في هذا الغرض. ووقف شوقي مع الخديوي عباس حلمي في صراعه مع الإنجليز ومع من يوالونهم، فهاجم رياض باشا رئيس النظار حين ألقى خطابا أثنى فيه على الإنجليز وأشاد بفضلهم على مصر، وقد هجاه شوقي بقصيدة عنيفة. وفي الفترة التي قضاها شوقي في إسبانيا تعلم لغتها، وأنفق وقته في قراءة كتب التاريخ خاصة تاريخ الأندلس، وعكف على قراءة عيون الأدب العربي قراءة متأنية، وزار الآثار الإسلامية، وتعرف على حضارة أشبيلية وقرطبة وغرناطة. لكن عندما نقرأ قصائد شوقي الدينية نلاحظ أنه راهب قد استقل في حياته للعبادة. نجد مثلا قصيدته إلى عرفات الله: يا خير زائر عليك سلام الله. الإمام البصيري عندما يقول التي قال ريم على القاع بين البان والعلم: أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي. جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعزل ولم تلم. نجد قصيدته الهمزية النبوية أيضا: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شرية غناء. وهذه القراءات أثمرت أن نظم شوقي أشعاره دول العرب وعظماء الإسلام، وهي تضم 1400 بيت موزعة على 24 قصيدة، وتحكي تاريخ المسلمين منذ عهد النبوة والخلافة الراشدة. وفي المنفى اشتد به الحنين إلى الوطن، وطال به الاشتياق، وملك عليه جوارحه وأنفاسه، ولم يجد من سلوى سوى شعره يبثه لواعج نفسه وخطرات قلبه. وظفر الشعر العربي بقصائد تعد من روائع الشعر العربي صدقا في العاطفة وجمالا في التصوير، لعل أشهرها قصيدته التي هي بعنوان الرحلة إلى الأندلس. نظم شوقي قصيدة في 110 أبيات تحدث فيها عن مصر ومعالمها، وبث حنينه وشوقه إلى رؤيتها، كما تناول الأندلس وآثارها الخالدة وزوال دول المسلمين بها. ومن أبيات القصيدة التي تعبر عن ذروة حنينه إلى مصر: نظم شوقي إسلامياته الرائعة، وتعد قصائده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم من أبدع شعره، قوة في النظم وصدقا في العاطفة وجمالا في التصوير وتجديدا في الموضوع. ومن أشهر قصائده نهج البردة التي عارض فيها البوصيري في بردته: وحسبك أن يعجب بها شيخ الجامع الأزهر آنذاك محدث العصر الشيخ سليم البشري، فينهض لشرحها وبيانها. يقول في مطلع القصيدة: ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. لا يجب أبدا أن نغفل حالة التطوير الكبرى التي مثلها شوقي في المسرحية الشعرية. نجد مثلا مسرح كليوباترا، نجد الست هدى، نجد قمبيز، نجد علي بك الكبير، نجد عنترة. نجد كذلك الشعر التعليمي عند شوقي الذي كتبه على ألسنة الحيوان والطير. كل ذلك يجعل شوقي يقف شامخا
يستحق ما قاله عنه حافظ إبراهيم عندما جاءه في مؤتمر المستشرقين وقال له أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. شوقي على كل حال تربع على عرش القصيدة الكلاسيكية بلا منازع، حتى إنه استطاع أن يفرد دائرة من الظل على كل الشعراء الذين عاصروه وأعقبوه، فكان عليهم أن يختاروا أحد طريقين، إما أن يظلوا خاضعين في دائرة الظل التي فرضها شوقي عليهم بنبوغه وعبقريته، وإما أن يبحثوا لهم عن منحى آخر تظهر من خلاله شخصياتهم. ومن ثم ظهر التيار الثاني في الشعر وهو تيار الرومانسية، لكن الشاعر الوحيد الذي استطاع أن يجاري شوقي في قمته التي تربع عليها هو شاعر النيل العظيم محمد حافظ إبراهيم، وهذا إن شاء الله لنا لقاء معه. ظل شوقي محل تقدير الناس وموضع إعجابهم ولسان حالهم، حتى إن الموت فاجأه بعد فراغه من نظم قصيدة طويلة يحيي بها مشروع القرش الذي نهض به شباب مصر وفاضت روحه الكريمة في 13 جمادى الآخرة الذي يوافق 14 أكتوبر عام 1932 من الميلاد. سيظل اسم أحمد شوقي خالدا مضيئا في سجل العظماء.